احنا اليوم عن نهارين في اضراب عام ناجح تقريبا 100%. كل المرافق العموميه مسكره اليوم في البراده، وحتى الخاصه القهاوي وكل شيء معناها مسكر. الاضراب هذا جاء على خلفيه تقاعس الحكومه باش ترجع علينا وباش تحقق لنا المطالب اللي طالبنا بها عنا 6 أشهر، وقت اللي صار اعتصام وصار معناها اضراب عام زاد لمده 4 أيام، وخرجنا به بوثيقه اتفاق مع السلطات الجهويه فيها مجموعه من المطالب اللي هما معناها وعدونا انه باش يحققوها لنا. واهم مطلب خرجنا باش نفكروا فيه الحكومه هذه اللي هو مطلب المعتمديه. عندنا النيابه الخصوصيه بالبراد اليوم استقالت كلها مسانده لمطالب الاهالي، وقالت في الاستقاله نتاعها اللي هي ما عادش نجم تقوم بالاعمال كلها نتاع منطقه البرادعه والرشارشه والحسينات، يعني كبرت عليها المسؤوليه وحتى ما عادش عندنا امكانيات. عندنا زاد لجنه المتابعه نتاع ملف المعتمديه قامت بالتخلي على المهمه ذي نظرا انهم معناها فما حتى تجاوب من الحكومه. جمعيه سي او بي نتاع الكره نتاع الوليدات الصغار زاد استقالوا. كل مره يوعدونا باش يجيكم ملعب في كذا، دانييرمون وقت ولت عندنا بلديه عام 91 الملف شفناه وجانا البلدية وكذا كذا وثم موافقة وثم ما رأنا إلا لحد الآن تقلاو بولاد الناس. أنا واحد من الناس ندرب في 40 غش معناها ليزيكول هذاكم، لحد الآن عندي الذكور إيش مش تعطيهم ولا نملك عليهم نضيع عليهم في الوقت وكذا. أرضية الملعب هذه ما كانش أرضية، كانت كيما الحماضة هذه والحشيش، وكانت كل ما حط فضلات تاعك الفوض المواد بناء كيما كاك مش مسيش من جميع الجهات، مش مهيئ الارضيه. حجر واحد عملناه بروفيزور وقلنا خلينا نجربه مع الكبار الاخر ترناه فيه حتى حس. جا نهار اشترها من غدوه الصبح مريض، قال لي انه فيه حجر مازال ما يظهر، على الاقل يتهيئ مبدئيا ويظل صالح باش ندربوا فيه الوليدات. برشا برشا ولاد عندنا تكسروا ما وحساب باش يدويه، نمشوا لبوه نقرقوا به برا بالبلاد يدويه انت، حتى هذا رانا نكونوا فيه هذا للاجيال الجايه. تو الاغلبيه الناس لاهين يعملوا فيه حاجات ومش ملوجين على البيبينير تاع الشباب اللي هي اساس كل شيء، هي اساس السياسه، هي مستقبل البلاد، هي جيش البلاد، هي هذوك هم تحب ولا تكره. ولذا قررت اني نستقيل. المستوصف يخدم 3 أيام كهو في الجمعه، طبيب يجي 3 أيام كهو في الجمعة، 40,000 متساكن معناها عندهم الحق في الصحة 3 أيام فقط في الجمعة، البقية ما عندهمش الحق باش يمرضوا. أمبيلونس ما عندناش، أبسط حاجة معناها، أمبيلونس حتى باش تصير كايرجونت هيك ما عندناش، فما ناس ماتت وهي في ثنية باش توصل للمستشفى الجامعي طار صفر بالمهدي. مش معقول تو منطقة حاطين لها الصبغة نتاعها صبغة سياحية، في حين إنه ما عندنا حتى مرفق سياحي، عندنا بحر ما فماش لا كورنيش، ما غابات معناها غابة كاكا مهملة، ما فما حد شيء، معناها جوست بحر كاكا ما فما حد شيء، فهمتني؟ حتى طريق صالحة باش تمشي للبحر ما فماش، معناها حتى طريق توصل ما فماش لا إنارة عمومية لا فما حد شيء. الدولة ماهيش عاملة حتى معناها استثمارات سياحية رغم اللي صبغة الأراضي هي سياحية. يا خويا بدلونا الصبغة نتاع الأراضي باش الناس تعمل مشاريع، احنا ما قلنا لكمش خدمونا، ما حاشتناش بالوظائف العمومية. ناس عندها 5 سنين حالة معمل وما خذتش الرخصة نتاعها. يراو فينا كان أرقام انتخابية يجيونا وقت اللي يكونوا حاشتهم بينا باش ننتخبوهم فقط، ما يرجع لنا حتى كي يرجعونا بلا 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 يحكيوا في نامبورتو كوا وبعد يمشي. بنقولوا لهم اللي احنا ماناش باش نسلموا وما عادش باش نتفاوضوا على المطالب هذيك، احنا نحبوها تطبق، يعني ما عادش باش نحكيوا لا لجان ولا وفد ولا حتى شيء. اذا كان ثم حاجه تو نحبوها تو تصير، معناها جيبوا لنا وثيقه تثبت اللي مطالبنا كلها صارت فقط.